الوضع حاليا ايه في الكاف؟ مبدئيا كده المباراه مع كايزر تشيفز فيها مشاكل على مستوى الدوله جنوب افريقيا يعني، والسفر والانتقال، وعندهم مشكله تانية في ان المغرب حط اجراءات احترازيه كبيره مشدده للقادمين من جنوب افريقيا تحديدا، وحصلت في خلال نفس النسخه الحاليه. الوضع داخل الكاف انه متمسك جدا لحد دلوقتي باقامه المباراه في موعدها واقامه المباراه في نفس مكانها في المغرب، ولكن هناك في حالة انه اذا استمر الوضع الصعب على مستوى الموجة الرابعة في جنوب افريقيا، فبيفكر اما في نقل المباراة خارج المغرب الى بلد اقل تشددا في الاجراءات، او تأجيل المباراة لاجل غير مسمى قد يكون ما بعد نهاية الاولمبياد اللي هتكون نهايتها في البدايات من شهر اغسطس. دي من ضمن احتمالاتهم، لكن حتى الان شغالين في التصاريح على مستوى مسؤولي الكاف المنتقلين يوم 17 يوليو الى المغرب، وعلى مستوى الانديه سواء الاهلي او كايزر تشيفز ان هم ينتقلوا ايضا حتى الان الى المملكه المغربيه لاقامه المباراه. في ضوء الوضع الحالي شايفين المشهد ازاي؟ وهل ده بيصعب من المهمه ولا لا شيء جديد حتى لو الدنيا اتاجلت او اتغيرت؟ فنيا ما تفرقش كتير ان الاهلي يلعب دلوقتي، لو كان على الاهلي يعني يلعب دلوقتي يلعب بعد كده يلعب بعد شهرين، الموضوع ما يفرقش كتير، وان كان انت حالتك دلوقتي كويسه فتقدر ان انت تكون في افضل فورم يعني. لكن التوقع في المساله دي صعب، لانك ما تعرفش السبعه مثلا اللي غابوا عن مباراه الوداد اخبارهم ايه دلوقتي. لا يمكن انك تستنتج ده بعد يومين ثلاثه، كل حاجه ممكن تتغير. لكن اظن ان موضوع التاجيل ده هيبقى الخيار الاخير يعني الحاجه الاخيره اللي هيفكر فيها كايزر تشيفز، بمعنى ان جمهور الاهلي يقول لك ما ممكن هم يبقوا عايزين التاجيل علشان قدام الاهلي هم حظوظهم دلوقتي اقل والاهلي فايق. ما اظنش ان ده الموضوع، اظن انه كايزر تشيفز هيبقى جاهز للمباراه، هو عايز يحافظ على نفس الحاله البدنيه اللي هو موجود فيها، وبالتالي المساله هنا ليها علاقه بالمساله الطبيه فقط لا غير. يعني اللعيبه كويسه، ما تعرضوش لاصابات جديده، الدنيا تمام خلاص، لكن ان يكون في نظريه مؤامره انا ما اظنش ان ده هيكون موجود. هي ما فيش نظريه مؤامره في القصه قد ما ان الظروف مش سهله. ما فيش نظريه مؤامره بس في بصراحه يعني السوق تقدير للموقف ده. بمعنى ان انا مش عارف بصراحه ايه لازمه فكره ان احنا نلعب النهائي في ارض محايده. الموضوع ده انا اتقبله جدا في اوروبا، انما في افريقيا لا، الوضع صعب. ليه في اوروبا انا بتقبله جدا؟ لان احنا شايفين اهو اليورو بيتلعب في 11 مدينه اوروبيه، والجماهير بتقدر تنتقل بسهوله، لدرجه ان في جمهور فرنسي بدل ما يروح بودابست يتفرج على منتخب فرنسا بيلعب ضد المجر راحوا بوخارست. يعني انت متخيل السهوله؟ يعني ماشي تمام، هم مش دارسين جغرافيا بس الدنيا سهله جدا. دارسين جغرافيا هم ولا دارسين تيكت طيران يعني؟ انا مش فاهم، دول ما عندهمش انترنت عشان يعرفوا الملعب فين. فالحقيقه الوضع مختلف هنا في افريقيا. ليه مختلف هنا في افريقيا؟ النهارده في تقارير مغربيه خرجت ان المغرب احتمال تطلب ان المباراه لا تقام بسبب الجمهور، بسبب ان عدم حضور الجمهور. بصراحه انا شايف ان هو تلكيكه يعني. تمام. طيب انت هنا دلوقتي، هل الاهلي لو لعب في المغرب وحتى بحضور جماهير هل هيروح له جماهير كتيره؟ لا، هيروح له اكيد الجاليه المصريه المشجعه للاهلي في المغرب. هل كايزر تشيفز هيروح له جماهير؟ لا، نفس الحال بالنسبه لكايزر تشيفز. طبعا جمهور الاهلي في كل مكان كبير، بس انا دلوقتي بتكلم في حته ايه؟ ان انت طبيعي ان الانديه الاوروبيه، ريال مدريد ليه مشجعين في كل حته في العالم، فلما هيلعب في المجر مش مختلف كتير عن لما يلعب في انجلترا، مش مختلف كتير لما بيلعب في سانتياغو برنابيو. هيروح له جمهور وهيملى المدرج، وهتلاقي خناقات كمان على تذاكر فاينل دوري الابطال. هنا في افريقيا الوضع صعب، هنا الاسعار غاليه في التنقلات، التنقل صعب، شبكه المواصلات حتى جوه الدول صعبه. يعني مثلا النهارده لما هتيجي تلعب نهائي في الكاميرون، لو ما لعبتوش في ياوندي ولعبته في بلد تانية، قليل جدا من جمهور الاهلي اللي هيسافر من مصر للكاميرون علشان يحضر النهائي، لانه عارف العلقه اللي هياخدها، وعارف المشاكل اللي هتقابله علشان يلاقي فندق يروح يشجع يقعد فيه ويروح يشجع الاهلي او يشجع اي فريق عامه من اي دوله تانية وصل الفاينل ويروح يلعب في ارض محايده. فهي خطوه انا اعتقد انها غير مناسبه لطبيعه الكره في افريقيا، وطبيعه ان جمهورنا هنا بيبقى دايما متمركز جوه البلد. إن كل فريق يا امير يعني حاسس ان المساله انت طبعا وجهه النظر المصريه ممكن تقول ده، لكن انت من اول البطوله لما بتقول مثلا ان النهائي في الجزائر، فانت بتدي حظ للفرق الجزائريه ان انت عارف ان النهائي هيكون في الجزائر. فانا اظن ان وجهه النظر هي هنا، لكن لانه الحاله دي اللي احنا فيها لا مفيهاش فريق مغربي. هي كمان مش بس كده، دي النقطه، هي كمان لانه بقت مباراه واحده، فمش مش هينفع انك تحطها في ملعب احد الفريقين.
لا ما هي بشكل ما هو احنا يعني بتكلم يعني. ان احنا كنا نكمل اصلا بالشكل ده ذهاب وعوده يعني بالظبط لان كمان انت خد بالك في ظروف كورونا برضو يا محمودي طبيعي جدا ان دوله زي المغرب تقول والله لا انا بالنسبه لي ان جنوب افريقيا ريد زون دوله ثانيه ممكن تقول ان مصر ريد زون اي مكان يعني بس احنا طبيعي احنا في ظروف كورونا دلوقتي السفر عليه حظر كتير بشكل عام بعيدا عن اجواء الكورونا لا ان غايب انظام لا لان انت لما تعمل نهائي في الكاميرون فانت بتدي حظ البطل للكاميرون ان النهائي عندك في الجزائر في المغرب في اي حته بس هي هتقلل لك الجماهيريه دي الفكره اصلا في اوروبا يعني في اوروبا جماهيريا عادي تلعب في اسبانيا زي ما هتلعب في المانيا زي ما هتلعب في ايطاليا الجمهور هيروح لك وشبكه الانتقالات سهله بعكس افريقيا انت بقرارك ده بتقلل الحضور الجماهيري حتى لو ما فيش كورونا لكن مع وجود الكورونا الدنيا بتبقى اصعب اكيد مش عارف بس حاسسها ان بالنسبه للفرق المشاركه في البطوله نفسها بتدي حافز اعلى موضوع الجمهور اوكي انا معاك فيه لكن بحس انه كل فريق او كل دوله من حقها ان يبقى عندها نهائي دوري ابطال افريقيا مظبوط مفهوم يعني انا برضو انا فاهم وجهه نظر المحمود يعني. بس مثلا يعني احنا عندنا المغرب اهو السنه دي والسنه اللي فاتت ولا فريق مغربي اتاهل نهائي السنه اللي فاتت ولا فريق مغربي اتاهل السنه دي ففي النهايه ايه اللي بيحصل بعد كده بيحصل احيانا تلاكيك ان هو لا ما هو خلاص احنا بقى مش عايزين النهائي عندنا هل ده كان هيبقى نفس الموقف لو كان الوداد اتاهل ما اعتقدش هي دي بقى المشكله بس انا مش عارف مش عايز اقول ان في تلاكيك في الفتره الحاليه بس في طبعا كسل بالظبط